برلمانية تقترح نظام جديد لمعاشات بعد 10 سنوات فقط. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من القدير أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ ياريت حضرتك تشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العدلي على الاقتراح بقانون المقدم من النائبة سهيرة الحادي العضوة في لجنة الشؤون العربية والخاصة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بحيث يمنح الحق للمرأة العاملة التي تعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامي بالخروج عن المعاش بعد 120 شهر في الخدمة. وقد تضمن مشروع القانون 3 مواد، وهي المادة الأولى يكتفي بمادة اشتراك فعلية 120 شهر للمرأة العاملة وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامي. 2، المادة الثانية يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين 1 و4 من المادة 34. المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وتساءلت النائبة في المذكرة الإضاحية كيف يتسنى للمرأة المعيلة التوفيق بين استمرارها في العمل وبين واجبها الأسري وهو الرعاية ذوي الإعاقة، أليس من الأولى خلق نوع من التوازن بين أهدها لعملها وبين واجبها الأسري والذي يوجب منحها الحق في الخروج على المعاش بعد 10 سنوات بكامل حقوقها وذلك لصروفها حتى ترعى ابنها المعاق، وعلى النقيض وترفع بعض الأصوات النسائية هذا المقترح، حيث تقول المحامية انتصار السعيد مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون إن اقتراح النائبة يخفض تسوية المرأة حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنين خدمة فعلية بدلا من 20 سنة ليس لها حل لمشاكل المرأة العاملة التي تعول أطفال وطلبت بإيجاد حلول أخرى. وكانت بعض الدول العربية قد خفضت سن التقاعد للنساء والرجال على الثواء لتجديد دماء الجهاز الإداري من جهة، ومن جهة أخرى علاج لمشكلة البطالة التي يعاني منها العديد من الشباب من الجنسين في تلك الدول. فعلى سبيل المثال فقد وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدولة الكويت بالإجماع على اقتراح بقانون بشأن تعديل سن التقاعد للنساء إلى 45 عام، كما يتم خفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 20 عام. أما بالنسبة للرجال فسينخفض سن المعاش لهم إلى 50 عام وخفض سنوات الخدمة الفعلية 25 عام فقط. وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد نفد ما تردد عن خفض سن التقاعد للعاملين بالقطاع الحكومي إلى سن 50، مؤكدا أنه مجرد شائعات ليس أساس لها من الصحة، وإن أمر اختيار متروك لرغبة الموظف أمر باستكمال سنوات الخدمة إلى سن 60 بالمعاش المبكر. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد.